حسب الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات، فإن ثلاثة لاعبين ينشطون في نادي راسينغ 92 يشتبه في تناولهم مواد محظورة، ويتعلق الأمر بكل من دان كارتر، خواني موف، إضافة إلى جورو كوكو، حيث اتهمت الوكالة اللاعبين الثلاث بتعاطي الكورتيسويد وهي مادة محظورة من طرف الهيئات الرياضية العالمية. للتذكير فإن الرياضيين الثلاثة تمت تبرئتهم في وقت سابق من طرف الاتحاد الفرنسي للرجبي. أعلن البطل الأولمبي أشتون إيتون اعتزاله رياضة ألعاب القوى في اختصاص العشاري، هذا وقد سجل الأمريكي رقما قياسيا في بطولة العالم للاختصاص بمجموع 9045 نقطة والرقم القياسي الأولمبي ب 8893 نقطة، ليكون بذلك صاحب 28 سنة من أبرز العدائين الذين تركوا بصمتهم في اختصاص العشاري. أعرب الملاكم المعتزل فلويد مايويذر عن نيته في مبارزة كونور ماكغريغور في مقابلة استعراضية، هذا وقد أكد نجم الأمام أنه متحمس لملاقاة ماكغريغور، خاصة وأن هذا الأخير لم ينهزم منذ 21 منازلة. تفوق المنتخب الفرنسي على نظيره البرازيلي في افتتاح مونديال كرة اليد المقام بفرنسا بنتيجة 16 إصابة مقابل 31 لصالح الأزرق الفرنسي، ليخوض بذلك زملاء كرابيتيتش المقابلة المقبلة بمعنوية مرتفعة ضد المنتخب الياباني أمسية يوم الجمعة بمدينة نانت.